في الفقرة التالية، الجدعان تنفرد بزيارة مصنع الأدوية المصري الذي حقق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي وساهم في علاج 830 ألف مصري من فيروس سي بشهادة منظمة الصحة العالمية. دلوقتي في الجدعان هقدم لكم قصة نجاح حقيقية، بدايتها كانت حلم بسيط جدا ولكن نجاحه طال حوالي 830 ألف مصري وتم علاجهم من فيروس سي أشرس مرض هاجم المصريين. إذا كان عندي ملايين من الناس مريضة بالفيروس سي بحلم وهم بيحلموا معايا إن إحنا ننهي المرض ده في مصر، فيا ترى مستعدين ولا عايز مليون جرعة للفيروس سي بتكلفة مالية غير التكلفة المالية اللي انتوا بتبيعوا بيها داخل مصر؟ هنروح دلوقتي اسكندرية وهنشوف واحد من الجدعان، شركة من الشركات اللي اتحركت فورا وصنعت الدواء في مصر وقدرت تعالج آلاف المرضى وسجلتها وسجلت بطولاتها منظمة الصحة العالمية. يلا بينا على اسكندرية. الدكتور شيرين عباس حلمي 30 سنة خبرة في صناعة الأدوية، وهو قائد الفريق العلمي اللي تحدى الشركات العالمية وجبروتها وأنتج علاج فيروس سي المصري بأقل من 10% من تكلفته الاستيرادية. اسكندراني جدع عنيد وطني، ولما أسعار الأدوية زادت أول حاجة فكر فيها قلل هامش ربحه، بعضها كان صفر، و70% من الأدوية اللي بينتجها حافظ على سعرها، ودي جدعنة. المرض ده كان عشان يتعالج زمان كان ب 48 حقنة في 48 أسبوع ب 48 ألف جنيه، وكان نسبة الشفاء فيه أقل من 30%. النهاردة بحمد الله بقى فيه دواء بيتاخد لمدة 12 أسبوع ونسبة نجاحه فوق 97%، دواء مصري ينتج في مصر. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 مايو 2015 قال عايزين نعالج مليون مواطن سنويا، وقدرنا الحمد لله لما منظمة الصحة العالمية احتفلت في جنيف بعلاج مليون مواطن في العالم منهم 830 ألف مواطن مصري. يعني مصر عالجت تقريبا 5 أضعاف باقي الناس اللي تعالجوا في الدول الأخرى البسيطة اللي ما قدرتش يبقى عندها هذا العلاج. تصنيع الخامة ادانا قدرة تنافسية، قدرنا ننزل ثمنها من مليون دولار الكيلو إلى أقل من 2500 دولار الكيلو، وأيضا بالتعاون مع وزارة الصحة ومع لجنة الفيروسات ومع صندوق تحيا مصر كل في مجاله قدرنا نعمل فريق عمل، وقدرنا نجيب عيادات متنقلة من ألمانيا 8 عيادات نجوب بيهم القرى والمدن ونحلل الناس، وإن شاء الله بعد ما انتهت قوائم الانتظار في مصر يعني كل اللي كانوا مشخصين وبعتوا على الويب سايت أو الموقع بتاع مركز الفيروسات الكبدية في وزارة الصحة للعلاج تلقوا العلاج. يبقى ناقص مين؟ ناقص اللي عنده المرض ومش عارف إنه عنده. يبقى نمرة واحد لازم نعمل مسح. المسح ده أيضا قمنا بعمل التجهيزات بحيث نعمله بتكلفة معقولة بدل 70 جنيه أقل من 2 جنيه، فحاليا بنجهز مع صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة الصحة ولجنة الفيروسات خطة العمل للمسح وأيضا للعلاج. العلاج النهاردة صندوق تحيا مصر بيوفره لمصر بالمجان. النهاردة في أوروبا وفي أمريكا الدوائين اللي بيتاخدوا مع بعض بيتكلفوا حوالي 100 ألف دولار للنفر الواحد. في الحقيقة هو كان هدفنا من المستحضر طبعا هو توفيره ككم للجمهور المصري وللناس اللي هي بتعاني من المرض اللعين ده هوت، لكن في الحقيقة احنا كان لنا هدف إنساني جدا ان احنا نعالج المرضى اللي هم موجودين في كل عيلة وفي كل مكان ومنهم إخواتنا ومنهم أهلينا. صنعنا ما يقارب من 1,400,000 وحدة، وابتدينا دلوقتي نصدر للدول الأوروبية بجانب أن قوائم الانتظار اللي موجودة في التأمين الصحي انتهت.
البدايات كانت صعبة جداً وكانت فيها تشالنج جامد، لأن الخامة حساسة جداً وأي تغير فيها بيتغير في المستحضر، فكان لازم كل الأفكار كل الخبرات تتوافر عشان نطلع المستحضر بنفس الجودة للمستحضر الخارجي. كان مطلوب مننا توفير 1,000,000 جرعة، نجحنا فعلا في تصنيع مستحضر بنفس كفاءة وجودة المستحضر الأجنبي. قوة العمل في المصنع عندنا هنا 95% منه من الشباب، كنا سعداء جدا وكنا بكامل حماسنا وقوتنا ان احنا نساعد ونشارك في انتاج مستحضر يعالج فيروس سي اللي بيعاني منه اغلب المواطنين المصريين وبنسبه كبيره في الريف المصري. الدواء المصري قهر فيروس سي باقل تكلفه، وكتير من دول العالم طلبت مساعدتنا، لدرجه ان مصر دلوقتي بقت قبله العالم لعلاج فيروس سي، وفعلا هي دي الجدعنه ولا بلاش. دي كانت آخر فقراتنا النهاردة في الجدعان. استنونا الجمعة الجاية الساعة 7. كان معاكم محمد غانم.